Bonjour tout le monde. جيتكم اليوم بأون نوفيل أدريس pour certains parce que كاين اللي ديجا يعرفوها parce que ديجا هدرت لكم عليها. La boutique إلينا للبقلاوة التركية والحلقوم التركي الأصيل. Pour l'adresse, j'ai في العقيد لطفي فوق كاع وين كاين طونطاسيون وين كان كاين كيندر وكانت كاينة تاني LG en face la résidence بن عابد و إلي ديسبونيبل sur GPS. Alors تلقوا عندهم الحلقوم بكامل أنواعه وأشكاله ألوانه وأذواقه. كاين بلي فروي ساك كاين بالورد وكاين واحد جديد بزاف شباب جاي بومبي بلا كاروت ولي فروي ساك بزاف بنين سورتو بور لي زونفون تري بون بور لا سانتي اي بور لي بري سي بالميزان بار بوا كل واحد يشري على حسابه 500 دينار 300 دينار 800 دينار قولوا لهم يوزنوا لكم شطبون وعندهم بيان سور ان كوتي سبيسيال بقلاوه تركيه محبوبه للجماهير كاع تبغوها عندهم بالبيستاش عندهم بلي نوا بلي نوازيت عندهم كاع الانواع وكاع الاشكال وكاع شي يبغي خاطركم الي ديسپونيبل تري بون دو كاليتي ويجو تري بيان بور اوفرير وهادو باين راكم تقولوا هادو شاه الوغ هادو سي الحلويات التركيه الجافه بالمكسرات جونغ دو بوتي فور لا بات تاعهم مصنوعه بالمكسرات سونز اوبلي الكنافه اللي بليزير منكم اون فاليدي على شاك فوا تبعتوا لي دي ميساج سور انستغرام يخدموا بلو فري فرماج العكاوي ولا بالشوكولا وهذا اسباس سبيسيال شوكولا بالميزان شوكولا تركيه تاع لامبورطاسيون الوغ لي مازال ما دارش عندهم جو كونساي تروحوا تذوقوا جو لو ريكوموند ليكيب اي ميرسي على لا بروشين